لعبش اساسي من 10 شهور. اخر مباراه ليك اساسي ضد المان يونايتد في اطار الشامبيونز بي اولد ترافورد. يمشي البرازيلي باتو، باتو حاول يتعدى 2 على 1، باتو يستهنس بالكوره يحصل خطا لروكي كره العب. ترجع ميبرا، الميلان او نابولي، لمن الافضليه لمن الاغلبيه؟ فريق ثالث على الخط حاط الكرسي ويتبع المباراه ويدعو لتعادل يرضيه ويكفيه للمنافسة على اللقب، اسمه انتر. يدخل باتو خطيرة، ودي ولا يسار ولا عمق، خير العمق، يمشي للأعماق، يضرب كرة بالراس، ترجم السويدي يحط الكرة لباتو، أليساندر باتو الجنارو، جاتوزو، هذه خطيرة تمشي صعبة. فريق لندن سبيرس نادي توتنهام لما اصطاده باتريك كراوش في الدقائق الأخيرة بهدف ساوى فوز توتنهام. يمشي روبينهو، 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 روبش الهداف رقم واحد الآن في موسم إيطاليا. يمشي بالكرة لانطلاق الهجوم على طريق باتو، باتو عنده حاجة يخفي فيها، عنده حاجة يخبي فيها. هيا لا دويلة يا باتو، دويلة يا أليساندر، وزلاتان إبراهيموفيتش يقول له حطها لي على راسي، أوامرك على الراس يا زلاتان، فأنت بالسن أكبر وفي القدر. جاتوزو، الميلان أكثر إصرار، أكثر روح، الميلان أكثر رغبة في الانتصار، الميلان أكثر رغبة بالأداء. يمشي الهجوم في باس سادس ولا أروع، تمشي من زلاتان، هجوم نموذجي للفريق الميلاني، خطيرة، يخرج الحارس وتضيعوا باتو، 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 كرة جول، مش ممكن تغالط الجول، ضيع على النابولي. هنا الكرة، هنا الفرصة، ماتيو فلاميني ترجع من اللاعب باتو، ولكن كانت مستحيلة على الساندر، على باتو مستحيلة، ممكن هذه تتطلب في هذا الجول. نيستا يخسر كرة، جاتوزو يصلح، يرجع جينارو بإصرار، لكن نابولي سيطر في الميدان، يخسر كرة خطيرة جدا، يمشي باتو، 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 ممكن جدا، وفرصة كبيرة، ضرب جزاء يطلبها بلال الحق، يغيب من عام 2004. شوف الكرة متاع باتو، عمل الصعب هنا، كان ممكن يعطي الباس ناقصة بعيدة. الآن ستشهد معركة سانسيرو، صراع في كل الأجواء، الصراع البدني والصراع الفني. ترجع الكرة لباتو، أليساندر ما ظهرش مستوى كبير لحد اللحظة، ممكن اللاعب كاسانو هو البديل في قادم ليان كولوفسكي، الكل في الهجوم، كرة تدور مليح، جاتوزو يوصل كرة باتو، خطيرة، باتو يسير كل الكرة الثانية، الله على فرادك، الله على تصديك، الله على يدك، فلتسلم يدك يا دي سانكتس، نعم ينقض عليها مثل الألباتروس ويمنع الهدف الثاني للروسونيرو. خطيرة جدا برب، والميلان لن يصمت الا عند الضربة الثانية، وبعدها تعقبها 21 طلقة في ميلانو، احتفاء واحتفالا بإزاحة منافس شرس اسمه نابولي، وبالانتباه وبالتركيز وبالاهتمام بالجار انتر. ترجع الكرة عن طريق مصدر الخطر الأول، بل هي حصريا من اختصاص الميلان كخطر في هذا اللقاء الميلاني بالبارتينوباي. ترجع عن طريق الباتو، باتو حط الكرة، تمشي 31 فلاميني، ماتيو يدخل ممتاز، خطيرة، باتو يحسمها، والهدف الثاني يضيع، الله على العملاق، الله على الكبير دي سانكتس، روبينو في لعبة البرازيليين، لا تسعد ميلانو. كرة عن طريق ألكساندر باتو، ألكساندر باتو يحط كرة خطيرة تمشي وفرصة كبيرة، لكن دي سانكتس مرة أخرى على الخط وعلى الطريق وفي الرواق. ترجع كرة فان بومل، فان بومل يوزع كرة، تمشي ركنية لفريق الميلان، نعم يحرص إليها ويجدها فان بومل، كرة خرجت من ماجو. ذكر أنه نسبة الفوز للميلان في ملعبه في تاريخه بالدوري، يعني من عام 29 نسبة الفوز في مباريات الميلان في جدة، بينما نابولي فاز كنسبة 20% خارج ميدانه في 70 سنة في السيريا. بعض الأرقام، بعض المعطيات بمؤشرات نفهم منها مؤشر الحالي للمباراة. يرجع في واقع 1-0 جينارو للتأمين، يرجع في، لكن الدفاع غطي مليح، يخرج باتي على الكرة، ترجع مرة ثانية كونتر اتاك، مرتدة ممتازة، يمشي باتو خطيرة جدا، أليساندر باتو من هذه الجهة، من هذه الجهة صعبة جدا في جهة كامبانيارو، باتي والهدف الثاني لميلان، 5 على الانتر و6 على نابولي، الميلان في مأمن إلى حين. ترجع الكرة لباتو، يمشي باتو، يراوغ باتو، يجيب الثالث، 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 يستناه، يستناه باش يحلوا الصراغ الصغرة، والثالث هو جاء، هو جاء، هو جاء، 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 عن طريق الباتو، أليساندر البرازيليو، 3-0 لفريق الميلان في انهيار غريب من نابولي، وفي ليلة وشوط الإبداع من فريق الميلانو، الهدف الثالث.
هدف في الموسم في 17 ماتش. مش ممكن هذا يغادر ميلان، مش ممكن ما يلعبش يا أليجري. أليساندر باتو يبدع في الشوط الثاني، يكون طرف في كل الكرات، يساهم في كل الأهداف، وبهدف ثالث هو الأروع، يمنح الميلان النقاط الثلاث. بالثلاث هي نقاط ثلاث لصدارة وقسم بالثلاث. شوف المرتدة، ما فيش دفاع، وين روح الفريق، وين انضباط فريق؟ باتو يستنى، إبرا يخرج له، حلوا الثغرة بذكاء، فيكس الحارس وحطها له، جابها له، ناولها له في الشباك، لثلاثة من ميلان، صفر من بارتينوباي، هدف عالمي من باتو، هدف برازيلي من بطولة. الفريق اللي يلعب فيه يهز اللقب. وتمشي كرة لباتو، والله يا ألساندر، كرة تلخص كل شيء، الكنترول يعطيك فكرة، ملا باتو، ملا أعجوبة. ألساندر باتو 21.